مفتاح. كابتن رابح، انت اعتقد مريت في تجربه مشابهه في قضيه اللاعبين المحترفين مع المنتخب الوطني وطريقه التعامل وياهم، وانت تسمع هذا الخبر اليوم، لو انت مدرب، لو انت في الاتحاد، شنو اللي تعمله في مثل هيك حاله؟ في منافسات ولاعبين يطلبون مغادره المنتخب الوطني. هي شوف بكل صراحه تصرف غير مقبول، وتفاجات كيف لاعب يعني ملعبش اساسي يطلب الرحيل من المنتخب العراقي. هل هذا تصرف لاعب محترف؟ لا، لا اعتقد، لان افرض في فريقه في اوروبا المدرب يخلف الاحتياط، كيف راح يكون يعني اللاعب؟ يقول له لا انا نروح نلعب اساسي ام لا؟ لا، مع الفريق تاعه في اوروبا المدرب يقول له اقعد في الاحتياط، يقعد في الاحتياط وما يتكلم. ولكن مع المنتخب هو يجي في وضعيه قويه، لان انا العب في اوروبا ونجي الى المنتخب، الى المدرب يخليني في الكرسي الاحتياط، لا انا ما نقبل ده. لا، انت هنا في المنتخب دافع على الوان البلد، حتى لو يخليك في الاحتياط، ولكن بعدين بعد المباراه ممكن تتكلم يعني مع المدرب. كابتن ليه ما لعبتنيش؟ ولا مستعد؟ وراني 100% بكل الامكانيات بتاعي البدنيه والتقنيه، قادر نعطي اضافه للفريق. يعني فيه كلام مع المدرب والمدرب يسمع له، ولكن هذا التصرف خلق مشكل كبير للمدرب، خلق مشكل كبير للمدرب. يعني المدرب الان المفروض تكون فرحه وان شاء الله المزيد من الانتصارات في المباريات المقبله. يعني هكذا يعني فيه نوع من خلل. اليوم رانا نتكلم على مشكل، المفروض نتكلم على الانتصار المنتخب العراقي. هذا مش كويس، هذا مش كويس. لازم الاتحاديه تتخذ القرار، ولكن القرار يبدا من المدرب، لان المدرب هو المسؤول على اللاعبين، مش الاداريين يتخذوا القرار بدون المدرب. ان شاء الله ممكن امور كلها ترجع الى مكانها ان شاء الله. عانيت منها هاي القضيه؟ والله شوف، اللاعب المحترف بالتحديد يعني. انا نعطيك مثال بسيط، لان عرفنا اشياء كثيره، ولما كنت مع بورتو ومع المنتخب في سنه 90، كنت كابتن الفريق، ومباراه الاولين فزنا بها ومع مصر، المدرب سيد كرمالي رحمه الله نادالي قال لي كابتن اليوم نخليك في الاحتياط. وانت كابتن فريق؟ ولا كابتن الفريق. قلت له تشوفه كابتن ما فيش اي مشكله. قعدت في الاحتياط، قال لي لو يعني الامور تمشي كويسه نخليك للمباراه المقبله، تكون يعني بدنيا تكون احسن بكثير، لو فيه مشكله تدخل في الشوط الثاني تحل المشاكل. قلت له ما فيش اي مشكله، وما دخلت في مباراه مصر وفزنا عليها هدفين مقابل صفر. ولكن في الوضع المدرب اللاعب الحالي اللي طلب الباسبور بتاعه ويغادر، يعني هذا مش كويس، مش كويس حتى للاعبين. يعني هو اليوم هذا اللاعب، بكره ممكن اثنين لاعبين ما يلعبوا يقول لك انا نروح، انا محترف. لا، المحترف اللي يجي من الخارج والمحترف اللي موجود في البطوله العراقيه يدافعون فريق واحد وهو المنتخب العراقي.